السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. رجعنا لكم فيديو جديد حبايبي. اليوم الفيديو شوي مختلف عن فيديوهات، هو ما حيكون رد فعل، هو راح يكون تقييم. كثير طلبتوا مني يا شادي قيم كل شيء تيك توكر عملت عليه رد فعل. يا جماعه هذا الفيديو كثير حماسي راح يقول تمام كثير، لان يا جماعه من الصعب كثير اني اقيم، لانه ما شاء الله الكل مبدع، الكل مبدع تمام. وحبايب قلبي بدي احكي شغله قبل ما ابلش الفيديو كله، انه يا جماعه كل شيء قيمته انه لا احد ياخذها انه والله يا شادي لا قيم هي غلط هي. انا كرايي شخصي يا جماعه، وطبعا يا جماعه كل حدا بصور عنه اكيد يعني انا بحبه وبحب محتوى. حبايب مثل ما تشوفوا هاي الصور جمعتهم كلها، في منهم تيك توكر في منهم مو تيك توكر كمان، بس ما بعرف كيف جمعت الصور كلها وطلعوا معنا هيك. فحبايب ما بدي كثير اطول عليكم، رح نبلش فيديو سوا. طيب حبايبي مثل ما تشوفوا هون حاطط 1 2 3 4 5، واحد هو التوب طبعا مثل ما اثنين يعني نص طوب، ثالث يعني عادي بالنص يعني، الرابع والخامس كمان مو انه سيء بس انه كتقييم الي يعني يا جماعه انتوا بتعرفوا درجات من 1 للـ5 هي. طيب حبايبي رح نبدا كتقييم تيك توكر، كتقييم محتوى فقط يا جماعه تمام، يعني مو شخصيا محتوى تمام. اذا بدكم كمان نعمل تقييم جمال رح اعمل جزء ثاني، اكتبوا لي تحت بالكومنتات اذا حابين نعمل تقييم جمال كمان. رح نبدا شيمان. حبايبي شيمان البنت صوتها حلو، شفتوا عن شيمان يا جماعه انه هيك بتصور سكتشات خفيفه مده دقيقه فبتبدع فيهم بصراحه. انا يا جماعه كمحتوى شيمان بالتيك توك فانا بحطها 2. ايدا نص تركيه ونص عراقيه تمام، هي البنت شخصيتها كثير حلوه وكثير هيك شخصيتها شغل رجوليه وهيك، عرفت شلون يا جماعه؟ فمحتواها بالتيك توك هيك شغل رجوليه وهيك يعني ما بتلبق لها الكياتي ابدا، على طول بحكيها هالكلمه. بس البنت حلوة كتير ونحن ما عم قيم الجماعة، عم قيم كمحتوى. كمحتوى عايدة حلو نوعا ما بالتيك توك، حلو يعني أنا كرأيي بعطيها 3. بنيجي على مارلين الحي يا جماعة، حلو محتوى على التيك توك، حلو جدا، تساوي هيك شغلات بتفيد البنات وهيك، أنا بحب هيك محتوى يكون للبنات بصراحة، أنا بحب كتير محتوى هيك يكون للبنات، إنه بتعمل حركات بشعرها وبتعلمهم على شغلات حلوة، لأنه في بنات كتير كمان تحضرهم صغار وهيك يعني يتعلموا شغلات حلوة، فأنا بعطيها 3. أوكي يا جماعة بنيجي على بيسان إسماعيل، كمحتوى بالتيك توك، شوفوا هلا محتواها نص بنص بصراحة. انا بحكي الصراحه محتواها نص بنص، يعني اوقات بتشوفوها عملت فيديوهات حلوه وسلومه وحركات، اوقات بتشوفوها جابت لايت، وكمان اوقات سلومه ما... يا عمي بس بدي افهم شغله، هن ليش ما بيزبطوا فيديوهاتهم سلومه مثل اخر فيديوهات سلومه نشروهن؟ يا عمي في افكار حلوه وعندكم تفاعل، زبطوا شوي، عيدوا الفيديو مره مرتين لحتى يزبط معكم يا جماعه، يعني هيك يكون فيها لقطات اكثر واحلى، هيك انه حركات سلومه وتمثيل اقوى لازم يكون. انا بحب فيديوهات سلومه تبع بيسان لما بتعملهم هي لحالها، مثلا حركات بطيئه لحالها مو سلومه كبالشارع او شيء، عرفت شلون؟ فحبايبي بيسان 2. اسو شفت محتواها انا هلا انا كهيك محتوى ما بحب، ليش يا جماعه كهيك محتوى ما بحب؟ اجنبي لانه بس لانه فيه اجنبي، محتواها كله اجنبي. اسو بحب محتوى اسو عند مريم، ليش؟ لانه كثير هيك بتصور على شغلات حلوه وعربيه وهيك، فلما بتروح عند اسو بتشوفوا محتواها اجنبي يا جماعه، ترى والله ما بفهم اجنبي انا. بس كمان كتقييم لمحتوى اسو حلو كثير، يعني انا عم قيم كرايي يا جماعه، عم قيم كراي الناس تمام، فانا بحطه 4. طيب حبايبي بنجي على نور ادريس. نور ادريس بنت يا جماعه مبدعه بسلو موشن، انا حكيتها قبل المره ما عملت على فيديوهات رد فعل، مبدعه بسلو موشن. انا شفت كثير مقاطع لها وكنت اشوفها كثير بالاكسبلور وحركاتها حلوه بتظبط، فبحطها 2 يا جماعه. بنيجي على ديما كام. هلا هي كمحتوى بالتيك توك بحب كثير محتواها، كرايي انا بحب كثير محتواها، البنت صوتها حلو، محتواها هيك راقي، انا بصراحه شخصيا متابعها انا البنت، بحب فيديوهاتها كثير، بتوقع بتعرفوا انتم محتواها، يعني ما بينحكى عنه، فبحطها رقم 1، انا بصراحه ديما كام رقم 1. اميره الحسين يا جماعه، اميره الحسين يعني انا كرأيي ما في عندها محتوى يعني هادف قوي بالتيك توك صراحة يا جماعة، ما عندها، أنا بحكي الصراحة بنت بلدي هي وكل شيء، بس ما دخل، ما بشوف عندها محتوى قوي بالتيك توك كثير وهيك، يعني عادي بليبك بتصور وهيك، عرفت شلون؟ فأنا بحطها 4.
أميرة الحسين. ترى البنت محتواها يعني حلو، بس كأنا ما بشوفها كتير هيك قوية. أنا تقييم رأيي يا جماعة، عرفت شلون؟ مين عنا؟ أسراء فرج. أسراء فرج كمان بنت ما شاء الله مبدعة، وما في عندها كم فيديو واصلة 3 مليون، يعني مبدعة البنت وحلوة البنت. هلا يا جماعة، تقييم جمال شكل تمام، وتقييم كمحتوى شكل. حنعمل تقييم جمال وحنعمل تقييم محتوى، فما بدي كتير أحكي عن أسراء فرج. ما شفت كتير محتوى عندها، كاسلومو كشغلات عملات هيك، عرفت شنو؟ بس إنه هيك قوية بتقليد الأطفال وهيك، يعني صعب يا جماعة واحد يجيب هيك تقليد أطفال وحركات، فمحطة 4. أوكي لانا، هون معنا لانا. لانا يا جماعة، هل ممكن تقولوا كلكم إنه أوه شادي لانا يعني بحب محتواها كتير وهيك؟ مزبوط، أنا بحب كتير محتوى لانا، قوي كاسلومو حركات رقص محتوى نار، ما فينا نكذب على بعض يا جماعة بصراحة. شيلوا الجمال على طرف تمام، كمحتوى لانا ولين هلا بنحكي عليها كمان، فكتير كتير حلو. أنا بحب محتوى لانا كتير يا جماعة، عرفت شلون؟ كرقص وك إذا عملت سلومو أو شيء، فأنا بحطها 1. أوكي هون صورة بتشوفوها لانا ولين مع بعض، إنه هي لين. لين يا جماعة، لين كمان محتوى حلو بتيك توك، بس مو مثل لانا. لانا بحسها بتتعب أكتر وعندها محتوى أكتر من لين، فلين بحطها 3. لين مو مثل لانا، لانا كتير بتتعب، محتوى قوية قوية جدا. يا مريم. مريم حلو محتوى يا جماعة. ليش؟ مريم فيها هيك شغلات بتضحك وبتعمل شغلات كوميدية، وتحسوا فيديوهاتها كوميدية فيهم هيك، فبحطها 2. اوكي يا جماعة، يا شيم. يا شيم هي تركية بس خلص اخذت شهرة بين العرب كتير، فهي تقريبا محسوبة مع العرب، صارت معنا كمان وهيك، فقد بدي اقيمها كمان كمحتوى. يا شيم ما بدي احكي، انا ما بدي احكي يا جماعة. كل حدا بيعرف يا شيم وبيعرف محتوى يا شيم يكتب لي تحت بالكومنتات. يا جماعة احكي لكم شيء باختصار، شيلوا كون انه طلعت مع باريش وانه كمحتوى سلومو حلو بشكل عام بالتيك توك، اي محتوى ما مو اقوى من سلومو تمام. يا شيم يا جماعة عنده كاريزما خاصة فيها، وعنده حركات رياكشنات بوشها، على الزعل للضحك للحزن للفرح للهبل لكل شيء فيها هالبنت، تحس وشها هيك بتشوفوا كل شيء فيها يا جماعة، تمها بيتحرك وهيك لحاله، عيونها كل اعضاء تمها شيء بيتحرك لحاله، ما بعرف يا جماعة كيف بدي اشرح لكم، بس يعني يا عمي البنت هي مبدعة، الابداع قليل عليها، عرفت شلون يا جماعة؟ بصراحة مو انه رفيقتي هي وانه مع باريش وهيك، لا 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 يا جماعة بحكي الصراحة، انا وكسبت محبة كثير يا جماعة هي اصلا بين العرب، فبحطها 1، وإذا في أعلى من 1 بحطها أكثر والله. أوكي فاطمة الحسين، فاطمة الحسين. طيب حبايبي، فاطمة الحسين يا عمي حلو محتواها، حلو محتواها بالتيك توك، بس مو هالشي زيادة بصراحة، بصراحة أحكي يا جماعة، لا حدا ياخذها، أنا من بداية حكيت إنه بحكي رأيي بصراحة تمام؟ فجمال لحال والمحتوى لحال، ففاطمة بخمسة بصراحة يا جماعة، 5. نور ستارت، نور ستارت ما شفت محتوى عندها بالتيك توك، أنا ما شفت محتوى عندها بالتيك توك، بس تمشي وتصور وهيك. إيه قبل نور ستارت كان قوي محتوى، كان متساوي هيك سكتشات خفيفة على التيك توك، كان حلو كتير، بس كهيك بحطها 4 هي، لأنه هلا محتوى صار كتير قال يعني أقل من أول بصراحة. اوكي حبايبي، الباقي اللي ضل انا ما بعرف محتواهم بصراحه منيح، ما بعرف محتواهم، مثل نارين بيوتي، مثل شيرين، مثل اخت نور ستارز، هدول البقيه كلها ما بعرف محتواهم منيح على التيك توك بصراحه يا جماعه، فبس اعمل عليها رد فعل بشوف صفحتهم هيك ان شاء الله بقيمهم كمان. اوكي حبايبي، هيك كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم يا جماعه. انا مثل ما حكيت لكم قيمت كرايي بس، مو انه حدا حطيته رقم 5، انه لا كرأيي أنا، لأنه ما شفت بصراحة، أحكي الصراحة أنا يا جماعة تمام، كمحتوى هدول الأرقام، وممكن أنه يكونوا أقوى من هيك، بس أنا كرأيي هيك تمام يا جماعة، فبتمنى الكل يتقبل هالشي، ولا أحد يقني والله شهادة أنت ظلمت فلان، لا أنا كرأيي يا جماعة. فهيك كان الفيديو يا جماعة، إن شاء الله يكون عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناة، وكتبوا لي تحت في الكومنتات عمين حابين نعمل رد فعل بحبكم كتير، كان معكم شهادة، بشوفكم فيديو جديد.